افريقيا، واللي حصل ده يعتبر انجاز يعني. والموسم كان طويل وموسم صعب، واللي حصل في ماتش البنك الاهلي ده كان طبيعي يعني، ماتش التعادل بعد نهائي افريقيا بكام يوم، فكان طبيعي اللعيبه تبقى مرهقه يعني. احنا مقدرين ضغط الماتشات، و في برضو 6 لعيبة عندنا بيشاركوا مع المنتخب الأولمبي، فإحنا مقدرين ودي حاجة طبعا فهمنا كلنا، ولكن ده قدر أي حد بيلعب في النادي الأهلي. إن شاء الله أتمنى يبقى الماتش بتاع الانتاج الحربي تاخدوا بالكم ماشي وتلعبوا ماتش كويس في ريق بالنادي الأهلي. بنطلب منهم كجماهير للنادي الأهلي ومحبين للنادي الأهلي وعشاق للنادي الأهلي الإصرار والعزيمة في كل المباريات القادمة. إن شاء الله ربنا يكرمنا في المباراة ديت. نادي الأهلي نادي بطولات دايما، متعودين على البطولات على طول. إن شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم، وإن شاء الله الأهلي بمن حضر يعني، إن شاء الله بإذن واحد أحد. إن شاء الله في ثقة بيننا وبينهم، إن شاء الله في توفيق، وأكيد طبعا من الإجهاد اللي حصل قبل كده في الفريق بتاع أفريقيا، والدنيا طبعا بالنسبة لهم أكيد فيها إجهاد عليهم، فإن شاء الله ربنا يوفقهم. يعني يشدوا حيلهم ومقدرين إن مجهودهم وإنهم تعبوا في بطولة أفريقيا ولسه جايين منها، إن شاء الله يشدوا حيلهم ويلعبوا برجولة أكبر من الماتش اللي فات، واللي فات خلاص ولسه الدوري في الملعب يعني. أكيد مجهود على كل اللعيبة ومجهود عليهم كلهم، وأفرت صعبة بس هم قدها، وكلنا يعني معتمدين عليهم، فإن شاء الله يعملوا كويس جدا ويعني exceed expectations إن شاء الله. والحقيقة الأهلي كان موافق لآخر لحظة وفقد التركيز في الدقائق الأخيرة، وجعل يعني تعادلنا مع ان احنا في امس الحاجه الى النقاط. وانا بوجه نداء واستغاث النادي الاهلي ان هم يركزوا في اللحظات الاخيره، ويعني كفايه استهتار بقى، لان احنا بنفقد نقاط كل يوم ودي هياثر علينا فيما بعد. محتاجين نكسب الماتشات اللي جايه، محتاجين تركيز اكتر شويه والناس تبقى قد المسؤوليه. احنا في ناس عندنا لعيبه اساسيه ومسافره في طوكيو، فأكيد اللي موجود يعني يقدر يسد ويقدر يبقى زيه زيهم بالظبط يعني، وده المتوقع إن شاء الله يعني. إحنا بنقول الهارد لك الماتش اللي فات عادي، ماتش وعدى. إحنا فريق كبير دايما بنبص على البطولة، بنبص دايما على المكسب، وإحنا لازم طبعا متعودين من النادي الأهلي إن هو بيلعب لحد آخر دقيقة، لحد آخر الدوري، وإن شاء الله يعني زي كل سنة الدوري في النادي الأهلي إن شاء الله. طبعا عارف إن النادي الأهلي لسه خارج من بطولة أفريقيا، والإجهاد بتاع البطولة هو اللي كان مسبب له إن هو يتعادل في الماتش اللي فات بتاع البنك الأهلي، فأنا بتمنى له إن شاء الله في ماتش الإنتاج الحربي يكون أحسن من كده يعني، يكون استعاد الحافز بتاعه إنه يلعب أفضل من كده في الماتش اللي جاي إن شاء الله. اللي حصل في البنك الماتش البنك الأهلي درس ليهم، زي ما حصل في البنك ماتش مباراة بيراميدز نفعنا في نهائي أفريقيا، حصل ماتش المحلة برضه نفعنا في أمام صدامز والحاجات دي كلها، نستفيد من اللي حصل في البنك الأهلي في المباراة القادمة كلها، لأن فيش رفاهية، أي تعادل تاني معناه كده الدوري مش في الجزيرة.